طريق راقوا فيها مشكل تاع غبر، راقوا فيها مشكل تاع مقاول، هذا راه يخدم مش بيخدم خدم دون نيشان، راه داير كاميو سيتيرنا تظل رايحه وجايه، نهار تخدم نهار ما تخدمش، المراقبه ما كاش، لي كونترول تاع الطريق ما كاش، سويفي تاع الطريق ما كاش. كما شهد مقر بلدية عصفور بولاية الطارف تدخل قوات الدرك الوطني لإخلائه من عائلات قامت باقتحامه والإقامة فيه طيلة 3 أيام. الحادثة تعود إلى قيام ديوان الترقية والتسيير العقاري بتنفيذ حكم إخلاء سكنات اجتماعية تابعة له من هذه العائلات التي اقتحمتها منذ سنوات باستغلال بقاء هذه السكنات شاغرة وعدم توزيعها على أصحابها في وقتها. محمد بن كموخ. وقلنا لهم اعطونا حل وبعد خرجونا، انا قاعدين مطيشين برا جاب علينا الواد دانا البرارك، برك هو راح جاب لنا القوات المير مش لحابين هو ولا يخرجوا هو يهلكنا، هو اللي يخرجوا يهلكنا. رئيس بلديه بكل يهزوا قشنا لبرا نورمال، بصح المراه اللي عندها 6 بيوت هي تسكن وين نرقد البر. هؤلاء تم طردهم بواسطه حكم قطع لا يوجد لها حلول، ما عندناش سكنات شاغرة بصراحة، وبالتالي فالتجأنا إلى تسخير القوة العمومية لإخلاء مقر البلدية.